طائفة الحباد أو الحريديم هي إحدى مجموعات اليهود المحافظين، مقرهم الرسمي موجود في نيويورك بأمريكا، وتعتبر الحركة الحريدية أكبر منظمة يهودية في العالم. يتزوجون غالبا من بعضهم، قلما تجد زيجات من خارج الطائفة. إيليا حاليفة أو حاليوة شاب لبناني يهودي يعيش في أمريكا، يتقن العبرية، تعاليم الديانة أيضا، لأنه ارتاد بيت اليهود الحريديين في تكساس لعدة سنوات. تعرف على فتاة يهودية من تلك الطائفة عبر موقع يهودي للزواج، أحبها وأحبته، فتقدم لخطبتها وتمت الخطبة وأقام حفلة خطوبة شاهدوه مع عروسه. Seven months ago, I was a person, and after I met Sally, I'm literally like born again. There's nothing in the world that describes how much I'm happy to start a new life with such a gem, the gem, the best girl in the world. Wow! Such amazing tzaddikah. Yes, yes, yes. Sweet person. Yes. Smart. Yes. Loves to. The best midot. Yes, yes. The nicest words that come out of her mouth. Wow, literally wow, the best girl in the world. So Baruch Hashem, I'm happy to celebrate this blessing with everybody here tonight. الكلمات التي قالها والجمل هي جمل يقولها اليهود عادة في مثل هذه المناسبات. طبعا بعد الخطبة تزوج العاشقان وكل شيء كان على ما يرام، لكن صديقا لوالد العروس شك بأصل العريس، فلم يحضر أحد من أهله لهذا الزفاف، مع أنه أقنع العروس وأهلها أنه منفصل عن أهله تماما. يهودي لديه شجرة عائلة تبين أصله اليهودي، هذه هي، لكن بعد التدقيق بأسماء أصوله وفروعه تبين أن فيها أسماء ليهود أشكناز من أوروبا، ويفترض أن يكون هو من يهود السفارديم من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لذا بعد هذه الشكوك إخوة العروس ذهبوا وفتشوا بيت العريس والعروس، عثروا على جوازين لإيليا باسمين مختلفين، أحدهما جواز لبناني والآخر أمريكي، فأخبروا الشرطة التي أخذت العروس إلى مكان آمن وفتحت تحقيقا، وبدأت الـ FBI بتحقيقاتها. تم نشر هذه الصورة لإيليا بين أفراد عائلته اللبنانية على ما يبدو، وذكرت وسائل إعلام يهودية أنه اعترف للشرطة ولزوجته أنه ليس يهوديا بل مسلم لبناني، لكنه أراد أن يكون يهوديا. زوجته كانت تعلم أنه لبناني لكنه لم يخبرها بأنه في الأصل مسلم. بعد التحقيقات أصدرت شرطة نيويورك بيانا قالت فيه: لا يوجد تهديد حقيقي للجالية اليهودية ولا علاقة لهذا الوضع بالإرهاب. شكرا لمشاهدتك تريندينج، سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.